مرحبا بكم جميعا في ريسكول. اسمي سابرين وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتداركي التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. نشكر شريكنا دار اليمامة على دعمها لنا في إنجاز هذه الكبسولة. قبل الشروع في الدرس سأنصحكم بأخذ الوقت الكافي لفهم الكبسولة ومشاهدتها عدة مرات حسب الضرورة. اليوم سنراجع درس اسم المفعول من الناقص المجرد الذي درستموه في الصف. سنبدأ ببعض التمارين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات اللازمة للتعرف على اسم المفعول من الناقص المجرد وصياغته بطريقة صحيحة. لكن أولا إليكم هذه الملاحظة: اسم المفعول هو اسم مشتق يدل على الحدث وعلى من وقع عليه الحدث. مثال: حمد محمود. الفعل الناقص هو ما كانت لامه حرف علة. مثال: طفى جنى سقى. هل نحن جاهزون؟ سنبدأ بالتمرين الأول والمأخوذ من كتاب جسر النجاح والذي يضم تمارين متنوعة ومتدرجة للمراجعة وتحقيق النجاح. سوف نصوغ اسم المفعول من كل فعل ناقص مقترح في هذا الجدول. لكن أولاً إليكم هذه الملاحظة: يصاغ اسم المفعول من الناقص المجرد على وزن مفعول ويصرف حسب الجنس والعدد. إليكم مراحل صياغة اسم المفعول من الناقص المجرد: أولاً تصريف الفعل إلى المضارع، ثانياً حذف حرف المضارعة وتبديله بميم مفتوحة، وأخيراً تشديد حرف العلة الموجودة في آخر الكلمة. مثال: دعا يدعو مدعو. نواصل مع نفس التمرين. أولاً لدينا الفعل جفا وهو ناقص واوي، نحوله من الماضي إلى المضارع فيصبح يشفو، ثم نحذف حرف المضارعة ونبدله بميم مضمومة، وأخيراً نشدد حرف العلة الموجود في آخر الكلمة فيصبح مشفو، وهو اسم مفعول نكرة مذكر مرفوع. وبنفس الطريقة نستخرج اسم المفعول من الفعل الناقص اليائي نهى، فنحوله من الماضي إلى المضارع فيصبح ينهى، ثم نحذف حرف المضارعة ونبدله بميم مضمومة، وأخيرا نشدد حرف العلة الموجود في آخر الكلمة فيصبح منهي، وهو اسم مفعول نكرة مذكر مرفوع. نواصل بنفس الطريقة فنتحصل على الجدول التالي. أحسنتم! ريسكول ودار اليمامة فخران بكم. لنمر إلى التمرين الثاني. سوف نصوغ اسم المفعول من الأفعال التالية. لنبدأ بالفعل الأول: طفى، نصرفه إلى المضارع فيصبح يطفو. عندها نقلب ياء المضارعة ميما مفتوحة، ثم نضع شدة على حرف العلة الأخير فيصبح مطفو. الفعل الثاني: سقى، يسقي، مسقي. الفعل الثالث: كسى، يكسو، مكسو. نواصل بنفس الطريقة فنتحصل على التالي: أحسنتم! لننهي بهذا التمرين، ما هو اسم المفعول من الفعل قلى؟ مقلي أو قال أو مقلو؟ أحسنتم! الإجابة هي مقلي.
هو اسم المفعول من الفعل زهى، زاهن أو مزهو أو مزهيا. أحسنتم، الإجابة هي مزهو. أحسنتم، أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمارين والمشاهدة المستمرة للكبسولات المنجزة بالاشتراك مع دار اليمامة. إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومتابعة العديد من الفيديوهات التعليمية الأخرى. ثقوا بأنفسكم، فبالعمل والمثابرة يولد النجاح. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. إلى اللقاء مع المراجعة التالية.